كان في اجتماع هام جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التربيه والتعليم الفني دكتور طارق شوقي، بحضور طبعا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والاجتماع تناول نقاط هامه جدا واضحه وما ينفعش ما ناخدهاش في اطار الاهميه ونعديها كده كانه اجتماع عادي، لان الوزير امبارح اتكلم مع الرئيس عن تجربه بنك المعرفه، ودي النافذه العلميه البحثيه المهمه اللي اطلقتها مصر من ولايه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولايته الاولى، وكان الكلام عن تطوير منصه بنك المعرفه المصري وكيفيه الارتقاء بمحتوى الخدمات الموجوده فيها. وقال كمان الوزير عن انه ازاي يقدر يطور الفتره اللي جايه ده، فضلا عن اتاحه الخدمات والماده المعرفيه كمان للبنك على المستويين العربي والافريقي اللي يصبح نموذج مهم جدا. خلينا نناقش الموضوع ده مع دكتوره بوسينه عبد الرؤوفه الخبيره التربويه. يا دكتور صباح الورد. صباح الخير. ازيك يا دكتور؟ اجتماع مهم امبارح ما بين سياده الرئيس ودكتور طارق شوقي، شفت حضرتك الاجتماع ده ازاي والنقاط اللي اتكلم فيها؟ طبعا هو اجتماع مهم جدا، الاجتماعات الدوريه اللي بتحصل كل فتره. واهم نقطه الحقيقه هي فكره البنك المعرفه، وازاي ان هو يعتبر احد النوافذ اللي هو مصادر المعلومات الموثقه. تمام. بس الحقيقه ان يعني كان نفسي يبقى في مناقشه عن، انا شفت امبارح عندكم فتن دكتور مراد وهبه. تمام. كان بيقول حاجه مهمه جدا، بيقول كل اللي بيعمله الوزير حاجات قوية جدا ورائعة، لكن الزخم المجتمعي، المجتمع مش واقف ورا هذا التطوير. بتشوفي ده يا دكتور تأثير منين؟ من حضراتكم كخبراء، من الإعلام، من الوزارة نفسها ما بتقدرش تقنع الناس بالشغل بتعمله؟ يعني انا شايفه ان بصراحه كل الاطراف هي يقع عليها العاطف. اولا صفحات التلفزيون، معلش اتفضلي. اول حاجه انا عندي دلوقتي الوزاره ما بتبذلش مجهود كافي، الاداره التعليميه ما بتبذلش مجهود كافي، المدارس ما بتبذلش مجهود كافي لتوعيه، مش الطلاب، انا عايزه توعيه اولياء الامور. صحيح. انا عايزه توعيه الام والاب اللي قاعدين في البيت، يوجهوا اولادهم، لان الولاد مهما قلت لهم في المدرسه هم مش هيبقوا يعني عارف، الولاد في سن مراهقه وكده مش بيستجيبوا بسهوله، لكن لو انت اقنعت ولي الامر، انت لو اقنعت الاب والام ان لازم ابنك بدل ما يجري يلف على الدروس لا يستخدم بنك المعرفه في البحث عن معلومات، عن الفيديوهات بتشرح اي دروس، ده هيبقى عايز اقول ان ده دعم قوي جدا للفكره، وده هيساعد على النوافذ يا دكتور اللي ممكن يستخدمها وزير التربيه والتعليم للوصول لاولياء الامور. بص حضرتك، بعيدا بقى عن المدارس، اول حاجه انا عندي المؤسسات المجتمع المدني اللي بتتعامل مع المجتمع. تمام. حضرتك عندك الامومه والطفوله. تمام. مركز الامومه والطفوله، المجالس القوميه، بتعمل المجالس القوميه، مركز برضو القومي للمراه، كل دي ممكن تساهم، تعمل تنزل للواقع، تنزل للشارع، تنزل للامهات، لان هي بتعمل على الامهات، تنزل لهم وتبقى من ضمن فعالياتهم، من ضمن الجداول او يعني النقاط اللي بيناقشوا فيها او الامهات، ان هي ازاي ادعم ولادي لان هم يستخدموا الوسائل المتاحه اللي الدوله وفرتها لهم، وان انا ازاي انا يعني اخلي الولاد عندهم قدره على التعلم بعيدا عن الدروس الخصوصيه، بان انا يعني استغل هذه النافذه الرائعه اللي ممكن تبقى بالنسبه لي. يعني عايز اقول لحضرتك ايه، مش بس باخد معلومات، وانما بتعلم الطالب القدره على البحث والقدره على الابداع والقدره على التفكير والابتكار. بس خلينا نتفق يا دكتور ان في مناهضه للتغيير عامه في اي حاجه، فانت حضرتك بتغير هنا فكر وثقافه التعليم عامه في مصر، فده مش من السهوله، اعتقد هياخد عنصر وقت، ده اهم حاجه ممكن هيشتغلوا عليها وزاره التربيه والتعليم الفتره اللي جايه. ما طبعا مفيش حاجه بتتغير بين يوم وليله، خاصه طبعاً في اللي ليه علاقه ببناء البني ادم، او ليه علاقه زي ما بيقولوا ببناء الانسان، طبعاً بناء الانسان او اي تغير في تربيه الانسان بيؤدي الى رفض مجتمعي، لان هم تعودوا في زي ما بيقولوا احنا اتعودنا على كده، احنا اولادنا، احنا اهالينا ربنا كده، فالفكره هي دي المشكله، ان الناس
بتبقى رافضه اي جديد. طيب انا دوري بقى كمؤسسه عندي وعي، ما هو انا حضرتك في فرق، ما هو انت ما تجيب واحد مريض وجاهل تقول له لازم ما تاكلش مثلا الاكل دوت، هو مش فاهم، فانت دورك ايه كشخص واعي؟ هو ده اللي انا بقوله، دور الوعي بقى بتاع المؤسسات، سواء المؤسسات المجتمع المدني، سواء مؤسسات الدوله او وسائل اعلام، انتوا دور مهم جدا طبعا. توعيه المجتمع دي. انا مش اقول لهم ان ده حاجه كويسه دي حاجه كويسه، لا انا مش عايز اقول لهم كده، انا عايز اقول لهم انت ازاي توصل للموقع ده وممكن تستفيد منه بايه. اعتقد وزاره التربيه والتعليم اشتغلت يا دكتور الفتره اللي فاتت على ده من خلال حملات كمان مصوره ان كيفيه الدخول على بنك المعرفه، وبدات تنتشر في معظم القنوات، حطاها على الموقع الرسمي للوزاره، حطاها كمان على صفحه الفيسبوك. كل شكر للدكتور بوسينه عبد الرؤوف الخبيره التربويه.